أنه يجب أن يعلم أن أهل الحديث في القارة الهندية لم يكونوا أو ينشأوا منذ زمن الشاه ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي رحمه الله. كثير من الناس يفهم ولا سيما في بقية العالم الإسلامي الذي لم يدخل الهند أو القارة الهندية يظن أن أهل الحديث نشأوا من ذلك الزمان، والحقيقة أن أهل الحديث كانوا منذ القرن الأول الهجري كانوا موجودين في تلك الجهات، ولكنه مر في تاريخ الإسلام كما تعرفون مراحل قوة ومراحل ضعف. مراحل الضعف قد يخفى فيها كثير من أهل العلم من المشتغلين في الحديث في تلك المناطق، وإذا كان الإسلام قوة ودولة ينتشرون ويكون لهم يعني صيت جيد. ابن حبان مثلا، ابن حبان هو تعرفون بستي من بست على حدود أفغانستان، أليس كذلك؟ وهو في تلك انتشر واشتهر في تلك البلاد. وهكذا العلماء يعني في قبل ذلك الزمن وبعده، فنجد مثلا آل مندة، محمد بن إسحاق بن مندة وغيرهم، يعني أسر علمية اشتهرت في المشرق. إذن هذا التنبيه الأول، أنهم كانوا منذ الفتح الإسلامي وهم كانوا على مستوى طيب من العناية بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الشاه ولي الله الدهلوي بعدما رحل إلى الحجاز رحمه الله وتلقى عن أهل الحديث، لا شك أنه أضاف إلى معلوماته معلومات واسعة، فرجع إلى الحديث وأقرأ الكتب التي قرأها على مشايخه في مكة وفي المدينة. فمن ها هنا بعض الناس فهم أنه هو الذي نقل، والصحيح أنه كان ذلك قبل.